اولا عاد عرفت علاش تقولوا ها هي ها هي العدل والجنون. هاد العدالة والتنمية بالفعل مدرسة تستحق الصبر أن نصبر على بعضنا البعض، وتستحق أن يلتئم شملنا، وتستحق أن نتجاوز كل الاختلافات وكل ما صدر من بعضنا في حق البعض. الإخوان السعدي لهم كيرن، هذا الرجل العظيم اللي هو طبع هذا الحزب، وصل هذا الحزب اليوم إلى أيادي آمنة، وصل هذه السفينة، وكان هذا همه الوحيد في هذه الأيام كلها، من نهار اللي وقع ما وقع، كيف يسلم هذا الحزب في هذا الألق ديالو، في هذه الوجوه المستبشرة، كيف يسلموا لواحد الأيادي آمنة حتى تخوض به الغمارة ديال التنمية وديال الديمقراطية في بلادنا. واليوم سعد الإله بن كيران عطى درس، تنقول هذا واحد أخ قال لك الجلابة ديالو أنا بغيت تلقى الشابة ديالو والخيال ديالو، أنا سيدي غير سعد الإله بن كيران يمشيو مع الخيال ديالو. لذلك فاليوم أولا أنا تنعتز بهذه المدرسة لأنني تبعت التداول. اليوم المستوى الراقي، الحرية، المسؤولية، اللي ما كاينش المداهنة، بنادم تيقول لك الحقيقة في وجهك بطريقة لائقة. وأنا اليوم أعتز أكثر من أي وقت مضى بانتمائي لهذا الحزب العظيم. الإخوان هذا واحد الكنز ماشي ديالكم، هذا واحد الكنز ديال المغرب، ينبغي المحافظة عليه. هذه بلادنا، بغيناها ترقى، بغيناها تزيد القدام، بغيناها تفوت الدول الصاعده والناميه، راه ما غادي تزيد الا بامثالكم وبامثال هذا الحزب وبامثال العظام مثل سعد الإله بن كيران. فلذلك عضوا على هذا الحزب بالنواجذ، عضوا عليه بالنواجذ. هذا التداول اللي كان اليوم وهذا النقاش حتى اللي كان في هذه الست شهور، نساو داك الشيء اللي كان فيه، وهذا خصنا نعالجوا. أنا تمنيت وكان وصلنا لهذا اليوم وما وقعش بعد ديك، لأنه علاش؟ لأن أنا تبعت ديك النقاش كاملا بطريقتي الخاصة، وتنشوف ديك المستوى الراقي سياسيا وقانونيا، وبالرغم من ما عشناه من صعوبة ومن أزمات ما رجعتيوش للور، بقيتي واقفين تدافعوا على الآراء ديالكم بحرية بمسؤولية ببعض الأمور. أنا مع السعد إلى مني قال هذا حزب ينبغي الروح دياله هو الحرية، روحه هو الحرية، لذلك ينبغي أن نحافظ عليها بطبيعة الحال مع المرجعية. أنا من المتأكدين خالد هذا السيد وخالد السي عبد الله بها الله يرحمه، الفهم ديال السي عبد الله بها وديال السعد إلى بن كيران للمرجعية، أنا تنعتقد كيف ما شفتوا هذا الفهم، كيف ما تيقول هو ويدعي ويقول الداعي بغرور ينقذ البشرية كاملة، هذا الفهم ديال المرجعية اللي تيعطي الإسلام اللي تيخدموا الناس، الإسلام اللي بطبيعة الحال تيراعي العبادات، ولكن كذلك يؤسسون ويخلصون ويصدقون النية ويصدقون العمل. فهنيئا لنا بهذا الحزب، وهذا مسؤولية الإخوة. الأخ الأمين العام الجديد الدكتور سعد الدين العثماني الله يوفقه، ولكن غادي يتوفق بنا، غادي يتوفق بأولا أن نتحمل مسؤوليتنا وأن نبكي على حريتنا وأن ندعمه ونزيده القدام. هذا الحزب هو مرة أخرى وبها غنختم، هذا الحزب هو كنز ديال هذا الوطن، ينبغي أن نحافظ عليه جميعا. فهنيئا لنا بهذا الحزب، هنيئا لنا بهؤلاء العظام وهؤلاء العظيمات. الإخوان جمعوا رأسكم، هذا الحزب لا يمكن أن نفرط فيه بأمور صغيرة، هذا الحزب كبير وديال الكبار. فالله يكمل بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.